علي شكله حلو مظبوط؟ قمر كله مظبوط وكله حلو مش عارفه انا حاسه هنا مش مظبوط يا حبيبتي ما تقلقيش والله كله مظبوط وحلو وماتش مع بعض ايوه فين ريتان ما انا ما شفتهاش مش عارفه بس تقريبا في اوضتها تقريبا يعني ما اعرفش مبروك العروسه حلوه العروسة حلوة في ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه؟ ايه اللي جابني هنا؟ امك هي اللي جابتني اها امك فاكرة انها خدت مني كل حاجة وانت واختك فاكرين ان انتوا خدتوا عيالي لا انتوا تعرفوش ان اللي ياخد حاجة من جبرية وهي مش عايزة هتولع في الدنيا كلها واقتله كمان ده انتي واختي هدين ده مش عشان خاطر عيالي شايفه وشك الحلو ده انتي تشوفي ايه ده يا ماما اسود ماما بتعملي ايه يا ماما يا روحي ماما بعد عنها تزعلي ايه بعد عنها بقول لك بعد عنها حاسب يا حبيبي حاسب يما تعالي حاسب يا خالد تيجي عليك استنى اشوف العروسه يما يما استنى ما تخافش انت يما اوعى يما يما وحملنا اخويا لا تيجي عليك يا اخويا يما عشان خاطري يما تعالي عايزك تعالي يما تعالي تعالي مرتك دي تعالي تعالي يما تعالي حاسب يا اخويا حاسب تيجي على يدك يا حبيبي بعد الشر عليك يا حبيبي مبروك يا زينب مبروك يا مروه الله يبارك فيك يا ابو اللي جواه نار يطفيها ايامنا خلاص خلصت وكل واحد مستني نهايته ولا انتوا مش واخدين بالكم واخدين اخويا واخدين اللي جاي مش لينا احنا اللي جاي لعيالنا سيبوهم يعيشوا مش لازم يعيشوا زينا مش لازم يعيشوا زي ما احنا عايشين كل واحد فينا يهب في التاني يحرقه ويذله وانت يا مروان زينب شمس رتال وشهد وحسن كمان عيشوا ايامكم بلاش تعيشوا في مين قال ومين خد ومين ادى ومين مداش عيشوا سنين عمركم وانتوا بتحبوا بعض بلاش تبنوا جواكم أسوار عالية تعمل حاجز بين كل واحد فيكم والتاني عبد الحكيم الصغير بص يا قد حماك يا مفيدة وريني وريني ما شاء الله شبهك يا عبد حكيم شبهك يا عبد حكيم ما هو ده ولد حسن تعالوا هنا مين دول؟ دي مراتي وده ولدي يا ريتال مراتك وولدك؟ انت اتجوزت عليا راسي خالص مش عايز اسمع ولا كلمه اي كلمه زياده هرميكي بره انت فاهمه ترمي مين يا حبيبي البنت ده بيتي زي ما هو بيتك بالظبط في جليل تريبان سيبها يا ولدي كريمه خدي بنتك طلعيها فوق وعجليها امرك يا كبير قدامي يا ريتال قدامي كريتال قدامي يلا
كريمه نتعجلها، ده كريمه مجنونه. طب لو البيت ما عجلتش نعمل ايه؟ جبريه كفاك يا جبريه كفاك. ما اسمعش حسك. ها مران. ها يا ابويا طلعني عند المعازيم برا يا ولدي. يلا برا يلا. حلوة العروسة، حلوة العروسة، حلوة بنت كريم. جبرية حلوة العروسة. جبرية حبيبتي حلوة العروسة. تعالي تعالي أشوفها. تعالي مبارك لولد حسن. تعالي تعالي يا أختي أقول لك أقعدي. والله لو ولع فيه جايبها لي لحد هنا. اسكت. ماشي اسكتي. الله أسكت أسكت إزاي؟ شايل ابن الخدامة ابن جبرية وجايبها لي لحد هنا يا ماما. يا بنتي اسكتي، مش عارفة أفكر. مش عارفة تفكري في إيه؟ هي دي فيها تفكير؟ آه طبعًا فيها تفكير وفيها كلام كمان. اسمعي كلامي، البنت دي مش هتقعد هنا، وعايزة حسن يحس باللي في بطنك وبيكي، وأخد الطار حرفة. عايزة حسن يحس إنك مراته، إيدك في إيده، كتفك في كتفه، يعني يقول لك حاجة قولي له حاضر يا حسن من عيني دي وعيني دي. يا بنتي أخد الطار مش بالرصاص، بالمخ. مش قادرة مش قادرة يا أمي. هتقدري روح أمك هتقدري. اسمعي كلامي يا بنتي، احنا خلاص قربنا نوصل للي احنا عايزينه.